هذا الجزء من Anti Chemistry 1 اللي هو دي باي هاك الإكويشن. نحن نناقش في هذه الجزئية من المادة دي باي هاك الإكويشن، مستدعى الحساب ميو أو الحساب جاما عند جاما عند ميو مش موجودة في الجدول اللي خدناه قبل شوي، ويعبر عنها بهذه المعادلة اللي لازم نحفظها ماينس لوج جاما إكس 151 زد سكوير root of mu over 1 plus 3.3 alpha root of mu. طبعا هذا الفارمتها كلها موجودة ايش تعني جامعة هذه activity coefficient زد هذه chart mu ion strength alpha effective diameter، وهذه موجودة في الجدول اللي قبل شوية اول عامود في الجدول only valid for concentration اقل من 1/10 مولار in theory alpha is diameter of the hydrogen. Example, what's the activity coefficient of Hg2+ in solution 0.33 molar Hg2NO3/2. اولا determine mu، لازم نحدد mu عشان نجيب the activity coefficient، ومن ثم نكمل الحساب. mu نص في Ci اللي هي لما افككها المادة تعطينا Hg2+ زائد 2NO3-. فHg2+ هاي تركيزها شحنتها 2 تربيع زائد الNO3 تركيزها بشحنتها ناقص 1 تربيع، بندخل كل شيء هون بيطلع معنا 0.1. ايش هاي؟ هاي ميو، هاي من هاي الخطوة الأولى. والثانية identify activity coefficient from table at corresponding وهذا الـ activity coefficient حددناه من خلال الجدول. طبعا بدل ما ارجع الجدول كله باخذ فقط ال Hg2+، خذنا بس عمود ال Hg2+، ورحنا عند النيو تساوي 1/10، وجدنا انه جاما تساوي وات 0.36، هذا قيمة جاما، هذا تحويل يعني تحويل مباشر. ذكرتكم بس ايون سايز اللي حكينا عنه شوي اللي الفا، اول عمود كله في هذا الجدول ايون سايز، بعدين اجى قيم النيو المختلفة الاربعة. ننتقل لمثال اصعب شوي. بنحدد عند الميو 25%. لو نرجع للجدول 10-2 ما راح نلاقي ميو تساوي 25%، عشان هيك هذه بدها شوية انتباه. لذلك هو جامعة الميو are not listed in the table، so مباشرة نروح على دباي هاكل. دباي هاكل طبعا نعوض 50% موجود الآن h plus 1 تربيع، الآن ميو تساوي هذا الرقم. طيب تحت الفا الفا فور اتش بلس من الجدول 9/10، ارجع وقف الفيديو ارجع للجدول راح تلاقي الفا للاتش بلس اللي مدار البحث عنه او مدار السؤال عنه هتساوي 0.9 كذا كذا الى اخره. ظلت لوج جاما اللي هتثبت كارش لوج جاما يساوي هذا الرقم، وقف الاله الحاسبه انفرس لوج هذا الرقم راح يساوي 0.88. وهي طريقة مباشرة عن طريق معادلة هاكل، طلعنا كم يساوي جاما للهيدروجين عند هذا الميو اللي هو مش موجود في الجدول اللي معنا. الآن الموضوع شوي أصعب، خلينا نحرق المحاضرة.